السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم برمجة الألعاب باستخدام الأداة الرائعة يونيتي وباستخدام اللغة الجميلة سي شارب. والحلقات اللي فاتت أخدنا فيها إزاي بنديتكت الكيبورد كيز أو المفاتيح بتاعة الكيبورد، وبنحرك الاوبجكت بتاعنا داخل لعبة بسيطة كده احنا لسه عاملينها، والنهاردة هناخد ازاي الكاميرا بتاعت الفريم بتاع اللعبة تمشي وراك وانت شغال زي معظم الالعاب يعني اللي في الدنيا اللي بتكون 3D، لو انت ظهرك للمجسم او للشاشة وانت ماشي لقدام. فخليكوا معانا. اول طريقة عشان نخلي الكاميرا تمشي ورا الاوبجكت دوت، نخلي الكاميرا تبقى زي ما تقول كده ايه ورثة من الاوبجكت بلاير، يعني تبقى البلاير دوت هو البيرنت بتاع المين كاميرا. فممكن ناخد الكاميرا كده نسحبها ونحطها في الاوبجكت بلاير، وبكده اصبح بصم الكاميرا موجودة تحت البلاير. ولو دوسنا رن كده هوت هتلاقي الكاميرا ماشية مع البلاير، وهو بيقع وهو رايح وهو في اي اتجاه احنا عايزينه. لو حبيت حتى تتحرك كده هوت هتلاقي، شوف الكاميرا ماشية معاك ازاي، او تطلعه او تنزله، كل دوت هيبقى الكاميرا ماشية معاك. لكن في مشكلة هنا، ان انا لو مثلا حبيت اعمل روتيشن للاوبجكت هتلاقي الكاميرا بتلف معاه لانها ثابته مع الاوبجكت، وتش يعني مش شيء كويس. المفروض ان هو تبقى ثابته مع الاوبجكت في الحيز بتاعه، بس لو عمل اي حركه بجسمه بينط بيعمل تبقى الكاميرا الى حد ما محافظه على مكانها، يعني شايفه الحيز بتاعه لكنها مش واخده فوكس عليه بشكل كامل. طيب تعالوا نشوف طريقة تانية تبقى أظرف وتعمل لنا النتيجة اللي احنا عايزينها. رجع ده خلاص كده اهو، المين كاميرا نفصلها عن البلاير ماشي، وبعد كده هنروح على المين كاميرا وندوس اد كومبوننت ونكتب فولو بلاير ونعمل نيو سكريبت هيسميه فولو بلاير، وهندوس كرييت اند اد، فهيضيف لك ملف سي شارب جديد اسمه فولو بلاير، وهنيجي نفتحه هنا اهوت كده. نلغي الستارت ده احنا مش عايزينه، وعاوزين نعمل متغير هنا نربطه بالبلاير بتاعنا. فبمنتهى البساطة ايه الحاجة اللي ممكن نربط الكاميرا بيها في البلاير دوت؟ طبعا هو ترانسفورم. ليه؟ لان الترانسفورم دوت هو اللي بيحدد لك ابعاد الجسم دوت ومكانه في الشاشة بتاعتنا دلوقتي. فهنيجي هنا هوت في سي شارب تاني، ايه الحاجة اللي ممكن نضيفها هنا هوت وتدل على الحركة بتاعت الاوبجكت دوت؟ طبعا هي الترانسفورم، لان هو الترانسفورم في احداثيات الاوبجكت دوت والمكان بتاعه على الجراوند دوت ماشي. فهنيجي بكل بساطة هنا نرجع للفولو ونحط هنا بابليك ونحط هنا ترانسفورم ماشي، ونسميه هنا بلاير اوكي، ونعمل له سيف، ونيجي هنا اهوت كده اهو، هنيجي نقف على الكاميرا هنلاقي البلاير بتاعنا اتضاف هنا اهوت، بس نون ترانسفورم مفيش ترانسفورم. دلوقتي بقى هنروح نجيب البلاير دوت اهوت، وخلينا واقفين هنا عند الكاميرا ماشي، وهنجيب البلاير ده ندراج هم او نسحبه ونحطه فيه هنا البلاير بتاعنا الخانه بتاعتنا هنا. فاصبح عندنا البلاير واحد ترانسفورم هو اللي مربوط بالمتغير بتاعنا في السي شارب اللي هو دوت. وعشان نتاكد ان هو مربوط بيه ممكن نعمل كود بسيط جدا، ممكن اقول ديباج دوت لوج، ونكتب هنا مثلا هنا البلاير بتاعنا دوت بوزيشن اي معلومة عنه ماشي، وهنسيف هنا اهوت كده، ونرجع للعبة بتاعتنا وندوس ران ماشي.
هي بتتحرك ايه. لو جيت على الكونسول هتلاقيه بيطبع البوزيشن بتاعه. حتى لو رحت هنا على بلاير هتلاقي الايه الترانسفورم بتاعه بيتغير، كل ما بيتغير مع هنا بيطبع هنا، فاصبح احنا عندنا اوبجكت من الترانسفورم بتاعنا دوت داخل ايه السي شارب بتاعتنا، داخل ملف السي شارب بتاعنا. فهنيجي هنا بقى نحط له، نقول له هنا ترانسفورم اللي هو الترانسفورم بتاع الكاميرا ذات نفسها دوت هنا بوزيشن، ها هيساوي بلاير دوت بوزيشن. البوزيشن دوت هيساوي البوزيشن دوت، ونسيف ونرن. هنيجي نعمل رن هنا اهوت كده، هتلاقي الكاميرا ايه بقى يعني زي ما بتقول كده ايه، هي في وش الشخصيه. عارف كده لما بتيجي تلعب جيم وتبقى مثلا انت بتلعب بسلاح، فبيبقى انت الشخص، هو بيتعامل معاك على انك انت الشخص الفيرست بلاير ماشي جوه اللعبه، فالكاميرا بتبقى هي الشخص ماشي. فشوف هنا الكاميرا ماشيه معاك كانها هي الشخص اهي، هي الكاميرا ورا الكيوب او هي الكيوب ذات نفسه ماشي. لا احنا عايزين بقى الكاميرا تبقى ورا الكيوب مش في الكيوب ذات نفسه. فتعالوا نرجع هنضيف كائن تاني هنا public، في حاجة اسمها فيكتور 3 وده متغير بياخد 3 ارقام ماشي، ممكن نحط فيه اكس وواي وزد ونسميه مثلا اوفست ماشي. ولو رجعنا كده للمتغير بتاعنا، نروح على الكاميرا هتلاقي هنا مثلا ممكن نخلي ده 1 ده هنا -5، بحيث ان انا لما اجمعه عليه يفضل ايه على نفس المسافة بينه وبين ايه الكاميرا. فهنا هنقول له هنا زائد اوفست ماشي، ونسيف كده اهوت ونرن. هنيجي كده نشغل اهو زي ما انتم شايفين، هنلاقي الكيوب بيجري ورانا اهوت وبيلف، بس الكاميرا مش بتلف معاه زي ما احنا عايزين بالظبط اهو. ولو اتحركنا كده مثلا اهو شايفين الكيوب بيقع واحنا ايه مش بنقع معاه، او الكاميرا ثابته معاه زيه زي ايه الالعاب الايه الحقيقيه اللي بنلعبها في على الكمبيوتر بتاعنا او على الموبايل بتاعنا. لحد هنا بتنتهي حلقة النهاردة. ياريت الناس اللي عنده استفسار من اي نوع يسيبوا فيه الكومنتس بوكس تحت الفيديو، وياريت الناس تدعم القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية بتمنى للجميع التوفيق، كان معكم المبرمج احمد محمدي، الى اللقاء في الحلقات القادمة.